ومعانا دلوقتي ان هاوس هنروح نشوفه مع بعض لذكرياتنا الجميله عن رمضان ومسلسلات رمضان اللي مش ممكن ننساها ابدا. والمناسبه طبعا لازم اعيد على حضراتكم واقول لكم كل سنه وحضراتكم دايما طيبين، رمضان خلاص على الابواب. علشان كده قررنا النهاردة أننا نجهز في حلقة النهاردة إن هاوس عن الكاتب والسيناريست العظيم الأستاذ أسامة أنور عكاشة اللي كتب أحلى مسلسلات رمضان زي ليالي الحلمية وأرابيسك وزيزينيا وغيرها وغيرها من الأعمال الجميلة. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع على طول. خلد اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدراما المصرية والعربية. إنه الكاتب والسيناريست والروائي المصري الكبير أسامة أنور عكاشة الذي يعد فارساً من فرسان الدراما التلفزيونية. صاغ أسامة أنور عكاشة بقلمه أروع وأهم المسلسلات التي عبرت عن واقع المجتمع المصري في فترات تاريخية متنوعة، وتعلق الجمهور بشخصيات أعماله التي ظلت عالقة في ذاكرة المصريين لسنوات طويلة، كما أنه كان شديد العشق للإسكندرية، فعشنا في شوارعها وحواريها في مسلسلات مثل زيزينيا وعفاريت السيالة. ارتبط شهر رمضان لسنوات طويلة باسم الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وكان واحداً من أهم صناع البهجة خلال هذا الشهر الكريم. رحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة عن دنيانا في عام 2010، تاركاً إرثاً من الإبداع شاهداً على عبقريته وموهبته الفريدة.